مشاهد انا جبت هدوم العيد. كل سنه طاب وعيد سعيد عليك. بص الكوتشيه دي ولا مش هحرق لك، خليها واحد تيجي لي على انستجرام ونشوف الطقم الكامل متكامل. حاسس المشاهد انا جايب لك تطبيق يانجو بليز يقدر من خلاله تتفرج على مسلسلات وافلام واغاني طول اليوم كل يوم، وكمان العاب يا عزيزي المشاهد. وللعلم التطبيق ده ملعوب بالذكاء الاصطناعي اللي تقدر من خلاله تكلم ياسمينة واللي هي هتكون صديقتك وتدلك على اي حاجه انت عايز تعرفها. وميزه حلوه بقى في التطبيق ان هو عليه كل المسلسلات الحصريه بتاعت 2024، زي مثال مثلا مسلسل اسر ياسين الجديد اللي خرب الدنيا بدون سابق انذار. انا عايز اقول لكم ان المسلسل ده مشوق جدا واحداثه مش طبيعيه. يلا مستني انت تقدر تحمله لو انت اندرويد او اي او اس وتلفزيونات سمارت كمان. اسمع بقى التفصيله دي، تقدر تخلي اربع افراد من العيله يستخدموه مده شهرين مجاني بين 20 جهاز. شهرين مجاني مره واحده، ايوه زي ما بقول لك كده عزيز مشاهد. وانا حاطط لك اللينك في الديسكربشن، انزل حمل الابلكيشن وبعد ما الشهرين بيخلصوا تبدا تشترك فيه من تاني بمقابل رمزي بسيط جدا. تطبيق يانجو بلاي مروق علينا يا جماعه الخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اخواتي، عاملين النهارده جايين لكم فيديو جديد. قبل اي كلام صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، الدعم الايجابي لاخواتنا الفلسطينيين، اللهم كن لهم عون ونصيره. اخبارك يا حبي، مرحبا بك عزيزي المشاهد عند حبيبك حبيب الشعب. قبل ما نبدا الفيديو عايز كل الناس تنزل تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس كل ما انزل لك فيديو جديد يجي لك الاشعار بتاعه على طول. اهالي القاهره الكرام، تاني يوم العيد هكون متواجد عندكم في مدينه نصر في سيتي سنتر. طبعا انتوا عارفين ان اختي الكبيره تعبانه، ربنا يهون عليها يا رب ويشفيها لي. هنعمل اشعه تاني يوم العيد، عشان تالت يوم العيد الدكتور اللي عندنا هنا في اسكندريه هيحدد لها العمليه بتاعتها، وربنا يا رب يقومها بالسلامه. ما تنسوش دعواتكم ليها. على فكره هي اللي جابت لي طلبه العيد والله، قالت لي بما ان انت محتاس معايا كده وناسي نفسك خالص، والله العظيم هي اللي خدتني وراحت نقته لي. شكرا يا بنت بالتحوه يا بنت. المهم انا جاي لك بقصه ضرب نار، وبما ان عزيز المشاهد عطشان من الرعب وفي نفس الوقت رمضان خلص، تعالى واحذر من هذه القصه، قصه سعود واخته والعيال واخته عليها جن. فعشان كده انا مش هطول عليك في المقدمه، ما تنساش انزل تعمل كومنت اللي جاي بسهل تكون صانع محتوى صعب تكون حمو يا بحب الشعب، وتعمل اللايك، ويلا بينا على قصه سعود الجزء الاول. هما جايين امتى يا ماما؟ اول يوم العيد هنروح نجيبهم من المطار يا شادي. خلاص ماشي مفيش مشكله. انا كنت مقلق جدا، مقلق من الزياره اللي جايه لنا دي، ضيف جاي لنا من السعوديه، وللعلم ده ابن خالتي، خالته جوزها مهندس من السعوديه، ولما نزل مصر اتعرف عليها واتجوزوا وبقوا مقيمين في السعوديه عشان شغله هناك. ولكن كان من الوقت للتاني كانوا بيجوا لنا زياره، بس اولاد خالته بقى لهم فتره ما بيجوا لنا زياره، خصوصا لما خالته توفت، وللعلم هي ميته مقتوله بسبب بنتها الكبيره، كانت بتعاني من مشاكل وكده، وكانوا بيقولوا ان هي عليها حاجه. كنا احنا لسه صغيرين ما نعرفش حاجه، ووصلت لمرحله ان هي قتلت مامتها، بس احنا كنا عارفين ان ده غصب عنها. من ساعتها واحنا ممكن نكون متباعدين عنهم، بس لقيت ماما بتقول لي ان اولاد خالته الله يرحمها جايين لنا زياره لمصر وهيعيدوا معانا هنا. انا قلبي وقع في رجلي بصراحه من كتر اللي كنت بسمعه عنهم، وفعلا حصل اللي حصل وجولنا زياره لمصر. ومش بس كده، ده احنا رايحين نجيبهم عشان كلنا رايحين زياره لجده في بيت العيله، وهيكونوا موجودين معانا في بيت العيله، ومش هتصدقوا ايه اللي حصل في بيت العيله هناك يا جماعه الخير. عايز اقول لك عزيزي المشاهد ان انا قعدت اليوم ده يعني اقرا كتير واحط نفسي في حاجات انا ماليش دخل فيها، فضلت اقرا وابحث من قلقي وخوفي. يعني من ضمن الحاجات ان انا كتبت عنها ازاي تتعامل مع شخص كان ملبوس وتعالج، ما تضحكش عليها بس انا كنت خايف منها جدا، خاصه ان انا الوحيد اللي كنت عارف بالامر ده. يعني اخواتي الصغيرين ادهم وفريده، ادهم ثالثه اعدادي، فريده رابعه ابتدائي، ما يعرفوش حاجه عن المواضيع دي او ما حطوش دماغهم في المواضيع دي. انا الوحيد اللي عارف مشكله بنت خالتي، خاصه لما كانت هي السبب في موت امها. وفعلا يا جماعه الخير وصلوا ثاني يوم، وده كان اول يوم العيد. يوصلوا من هنا وروح نجيبهم من مطار برج العرب وبعدين نرجع على بيت. نورت يا سعود، نورت يا غيوم، ده مش ميامي بس اللي نورت، ده اسكندريه كلها، ده مصر كلها نورت بنورك يا خالتي يا عسل. تكرم يا سعود، انا عايز اقعد معاكم يا اولاد واتكلم كتير. على فكره دي ماما بقى بتتكلم مع اولاد اختها. يا ماما هو انت ازاي بتتعاملي معاهم كده، او خاصه غيوم بنت خالتي؟ انا مش عارف بتتعاملي معاها عادي ليه، بس انتوا كنتوا وحشيني. باباكم لسه قافل معايا واكدت عليه ان احنا دخلنا البيت خلاص. انا والله مش لاقي كلام اقوله لابويا، ده احنا كبار يعني مش صغيرين، وبيعملنا زي ادهم وفريده. ابوك بيخاف عليك برضك يا سعود، خاصه بعد وفاه ماما. يا غيوم بنت خالتي بصلها كده، تشربوا ايه؟ تشربوا ايه؟ وعمله لكم بصراحه انا وحشني المحشي بتاعي، ناكل الاول وبعد كده نشرب. عايز اعرفكم على سعود، سعود شخصيه عسل جدا، انا بعشقها، حد فكاهي بيحب الضحك والهزار وقعدته ما يتشبعش منها، طريقته واسلوبه وحكيه جمال قوي بصراحه. هو القلق كله من اخته غيوم، انا مش مرتاح لها وبصراحه مركز معاها زياده عن اللزوم، خاصه ان البيت بتاعنا كله نسى، يعني بابا نسى وماما نسيت واخواتي الصغيرين ما يعرفوش بالموضوع، الدنيا كلها نسيت. انا مش عارف ليه حاطط الموضوع في دماغي، ليه انا بقرا ورا الموضوع
الموضوع؟ ليه انا ببحث وراه؟ ليه انا مركز معاها وحاسس ان هي هتعمل فينا حاجه انا مش عارف؟ خد يا ده. ايوه يا سعود، شايف معاك هرة من شويه. قطه؟ اه فين القطه دي؟ استنى هجيبها لك من جوه. ويخش اخواتي الصغيرين يجيبوا القطط بتاعتنا. البيضه دي بوسي بتاعت فريده، وده بندق بتاعنا. عايز اقول لكم ان سعود يبدا يحسس عليهم كده يا جماعه الخير، وفجاه بص على غيوم. عارف انت لما تمسك القطه من قفاها كده؟ انت متخيل الموقف معايا؟ لقيت غيوم مسكت القطه البيضه، راح جايه رافعاها من قفاها كده، والقطه عماله تصرخ على اخرها. يا غيوم انت ماسكاها كده ليه يا بابا؟ حرام. فماما تطلع من المطبخ جري، وبابا كان معاه مكالمه شغل، راح جاب مسيس للتركيز كده. واخواتي الصغيرين وسعيد وكلهم يبصوا لي. انا مش قصدي حاجه يا جماعه، انتوا مش شايفين كانت شايلاها ازاي؟ شادي وش فيك حبيبي؟ غيوم لمست القطه اساسا. انا شفت غيوم شدت القطه دلوقتي، رفعتها في الجو كده بطريقه مش طبيعيه. لقيتهم بيقولوا لي ده ما لمستش القطه اصلا. انا مش عارف، مش فاهم. ماشي خلاص، عدي الحوار، عدي الموضوع، مفيش موضوع. نقعد على الاكل ناكل. انا دماغي تعبان، انا تعبان نفسيا. انا متخيل ان هي مثلا ممكن تقوم تجيب سكينه تقتلنا كلنا. متخيل حاجات غريبه، مواسوء زياده عن اللزوم. انا احب باصص لها في تصرفاتها وفي حركاتها، وهي قليله الكلام ما بتتكلمش. يعني غيوم بنت خالتي ما بتتكلمش. فبصراحه بعد الاكل وكده رحت جاي داخل لماما المطبخ وهي بتشيل الاكل. ماما. نعم يا شادي. بقول لك يا حبيبي. اتفضل يا بابا. هو احنا هنبات هنا النهارده ولا المفروض نمشي بالليل نروح العمريه؟ احنا هنروح لجد الصبح. يعني احنا يا ماما هنبات هنا النهارده مع بعض كلنا؟ ايوه يا بابا. ايه المشكله عندك؟ وغيوم هتبات معانا في الشقه؟ ايوه يا بابا، ولاد خالتك حبايبك هيباتوا معانا. ايه المشكله عندك؟ ما فيش مشكله يا ماما. طب هقول لك على حاجه، لو كده هبات جنبي كان النهارده، وهم لو عايزين يباتوا في اوضتي عادي، ولا بلاش اوضتي يعني، صعود بس اللي يبات في اوضتي. غيوم خليها في اوضه ادهم وفريده. شادي. نعم يا ماما. انت لسه خايف من غيوم؟ بصراحه اه، ودماغي موسوسه والله العظيم ومقلقه جدا. حبيبي دي اتعالجت خلاص، ما تخافش منها. طب يا ماما خلاص لو كده انت عندك مشكله ان انا بات جنبك يعني؟ عيب يا شحت لما انت تبات جنبي انا وابوك واخواتك الصغيرين في اوضتهم يعني. خلاص يا ماما، بس انا وسعود بس اللي هنبات في اوضتنا. هي هتبات في اوضه فريده وادهم، هي كده كده هتبات مع فريده وادهم اساسا، لكن سعود هيكون معاك في الاوضه بتاعتك. خلاص ماشي. ويجي الليل يا جماعه الخير، وهنا الموضوع بقى عزيزي المشاهد، انت مش هتتوقع ولا تتخيل ايه اللي حصل معايا. انا عدى عليا ليله ولا الف ليله. تخيل معايا كل حاجه هقول لك عليها. نايم انا وسعود ابن خالتي في الاوضه بتاعتي، وبنحكي انا وهو بنتكلم في امور كتير، منها شويه حاجات في السوشيال ميديا، لايفات التيك توك، اللايفات الجيمنج اللي انا بطلعها. اه للعلم انا بطلع لايفات على التيك توك بلعب جيمنج. لو حابب ان انت تيجي تلعب معايا بابجي، بنعمل رومات وبنلعب مع بعض. المهم بنتكلم انا وسعود وكده، انا سامع صوت قطه ولكن تقيل حبتين، قطه بتنازع، قطه مكتوم نفسها، حاجه شبه كده. يا سعود. سعود هو انت نمت؟ ده انا كنت بكلمك من شويه يا ابني. طيب ماشي، نام يا سعود. سعود بقى مقتول يا جماعه الخير، وبياكل رز بلبن مع الملائكه، وانا قاعد سامع صوت مش طبيعي. الكلام ده كان الساعه 2:30 كده بالليل، الصوت من بدري انا سامعه. مره واحده يا جماعه الخير الاقي شويه خيال عند عتبه الباب بتاعتنا. خلاص انا اتربى لي الرعب، ولا حد بيخبط على باب اوضتنا. مين؟ حد بيخبط ولكن مش عايز يتكلم من بره الاوضه. مين اللي بيخبط؟ قوم يا سعود، قوم يا سعود، في حد بيخبط يا سعود. وسعود في سابع نومه وانا اللي صاحي. انت يا ماما اللي بتخبطي يا فريد؟ يا ادهم. مين يا حبيبي اللي بيخبط على الباب؟ والخبط لسه شغال زي ما هو. جاي واخد بعضي بالراحه، وعايز اقول لكم ان الوقت ده لو دبوس وقع على الارض انا هسمعه واتفجع. شوف لدرجه ايه، انا خلاص على اعصابي. اوصل عند باب اوضتي، اروح جاي فاتح باب الاوضه بالراحه، الاقيها مين؟ غيوم بنت خالتي. خير خير يا غيوم؟ عايزه ايه؟ في حاجه معاكي؟ عايزه ولاعه يا شادي. هجيب لك ولاعه منين؟ هات ولاعه سعود. ما اعرفش شايلها في، ما اعرفش حاجته هو حاططها فين. ولاعه سعود على الدرج جوه اهي. هات الولاعه يا شادي. هتعملي ايه طيب؟ في حاجه عايزه تعمليها بالولاعه؟ فلاقيها مره واحده يا جماعه الخير وهي واقفه تطلع لي نظام شمعه كده قدامها. ايه دي يا غيوم؟ شمعه عايزه تولعيها؟ ولعيها ليه؟ هات الولاعه وانت ساكت، ما تتدخلش في ملايا عينيك. انا بصراحه قلبي وقع في رجلي، وراح جاي سامع كلامه واجيب لها الولاعه من على الدرج بتاعت سعود وارجع اديها لها. وليها مره واحده قالت لي كلمتين بقى، اهم دول اللي تعبوني بجد. قريت عن الموضوع كتير، ولكن كل اللي انت قريته ده كده. الحياه الكامله كلها معايا، ما تركزش مع تفاصيلي. انت في حالك وانا في حالي، اتفقنا؟ ولا غيوم راح الجاي شد باب الاوضه وقفلها هي. عزيزي مشاهد، انت عارف بنت خالتك الكبيره ولا بنت عمك، ايا يكن يعني واحده قريبتكم، بايته اليوم ده معاكم هي واخوها، عشان تاني يوم رايحين زياره لجده في بيت العيله. دي ليه تشد الباب وتقفله؟ وليه تكلمني بالاسلوب ده؟ وهي الصبح ما كانتش بتتكلم بالاسلوب ده ليه؟ يعني هي الصبح كانت بتتكلم طبيعي جدا معاهم، بس الفكره ان هي قللت الكلام شويه، ما بتتكلمش كتير، هو سعود اللي بيتكلم كتير جدا. انا ما حطيتش في دماغي بصراحه، وراح جاي واخد بعضي ورايح على سريري. بعديها ب 10 دقايق اسمع صوت القطه اللي انا كنت بسمعه ده. في صوت قطه تقيل، في صوت في ودني تقيل، في صوت مش طبيعي مش عايز يطلع بره ودني. وفي مصيبه جت، ويا ريتها ما كانت جت. عايز اعمل حمام، وانا مرعوب، طالب ثالثه ثانوي مرعوب يخش الحمام اللي عندهم في البيت. يا اخي احترم الشنب المخدر اللي في وشك. عايز اقوم بس انا مقلق من اللي بره، يعني انا خايف في حاجه بره وانا مقلق منها. سامع صوت قطه غريب، غيوم تصرفاتها مش طبيعيه، والكلمتين اللي هي قالتهم لي دول. اخد بعضي واستجرى، واروح جاي فاتح باب الاوضه واطلع امشي في الصاله بتاعتنا. امشي في الصاله كده، اخد الطرقه بتاعت الحمام، اوصل الحمام
حمام من هنا اصرخ صرخه مش طبيعيه، اصوت سويته ولا واحده ست اللي مصوتاها. انتوا مش هتتوقعوا انا شفت ايه اساسا يا جماعه الخير. غيوم واقفه قدام المرايه بتاعه الحمام مولعه شمعه وواقفه بطريقه مش طبيعيه.